أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. بعد تداول خبر خلعه للسوار الإلكتروني وإسقاط القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب في حطه، غاب الفنان المغربي سعد لمجرد لفترة عن التواصل مع جمهوره ونشر صوره عبر حسابه على الإنستغرام، الشيء الذي أثار نوعا من الخوف والقلق في نفوس متابعيه. لكن الغياب لم يدم طويلا، فقد خرج الفنان سعد لمجرد بتدوين على الانستغرام يطمئن جمهوره على احواله، وان سبب غيابه هو تحضيره لمفاجأة سارة يتمنى ان تنال اعجابهم، حيث قال: توحشتكم بزاف، اختفيت شوية حيث كان وجد لكم شي حاجة ان شاء الله يا رب تعجبكم، نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير، اما انا ما تشغلوش بالكم، خوكم غير كي وجد شي حاجة تشرفنا كاملين، ورهما كاين غير الله ينصر سيدنا. ولم تكن الرسالة موجهة لجمهوره فقط، فقد اختار لمجرد مكانا ليلتقط صورته مكتوب عليه عبارة باللغة الفرنسية وتعني عاش الملك، وهي رسالة موجهة للملك محمد السادس نصره الله. انت اللي بديتي وتبعتي اللي قالوا، قالوا غدرتيني وما ربحتي والو، انت اللي بديتي وتبعتي اللي قالوا، قالوا غدرتيني وما ربحتي والو. شحال طلعتي ونزلتي ما خليتي ما درتي، شحال كدرتي علي يا غاني. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.